ربنا يرحم جميع الشهداء ويصبر أهلهم وزويهم. ننتقل إلى موضوع آخر وهو ما يتعلق بحزب الوفد اللي بيشهد حاليا انشقاقات وانقسامات كبيرة جدا لدرجة أنها وصلت للمحاكم. في اتهامات صريحة بتزوير انتخابات الهيئة العليا للحزب اللي تمت من حوالي 13 يوم. في حد يصدق أن حزب الوفد بقى دلوقتي عنده هيئتين عليتين، واحدة قديمة من المفترض وفقا للائحة أنها مستمرة في عملها لحد شهر مايو الجاي، والتانية اللي تم انتخابها في انتخابات مبكرة يوم 9 نوفمبر بناء على انتخابات مبكرة دعا لها رئيس الحزب المستشار بهاء أبو شقة. الانتخابات أو انتخابات الهيئة العليا القديمة أو الانتخابات اللي حصلت من 13 يوم الهيئة العليا القديمة طعنت عليها بالتزوير أمام القضاء وبيقولوا أن معهم أدلة على التزوير. دلوقتي أصبح عندنا اثنين هيئة عليا، هيئة جديدة منتخبة مطعون عليها بالتزوير وهيئة عليا قديمة وموازية للجديدة. كل طرف شايف نفسه أنه أحق، وده خلى رئيس الحزب يفصل 6 من أعضاء الهيئة القديمة بحجة خروجهم على الالتزام الحزبي، وهما ياسر أورا ومع الاحتفاظ بالألقاب يعني ياسر أورا ومحمد الحسيني ومحمد إبراهيم وأحمد عطلة وفتحي مرسي وأخيرا شريف حمودة. وبالتالي الأعضاء المفصولين والهيئة العليا القديمة والموازية للقديمة قرروا عدم اعترافهم باجتماع رئيس الحزب مع الهيئة الجديدة لأنه اجتماع باطل من وجهة نظرهم، وأعلنوا استمرار انعقاد هيئتهم. وبدل ما نشوف مشهد ديمقراطي بتسليم وتسلم الهيئات لبعض بنشوف سجال بين أعضاء الحزب وبنشوف قرارات وخلافات بتضرب الحزب من الداخل، وبنشوف قضايا وبنشوف محاكم في حزب الوفد أو بين الهيئتين. رئيس الوفد قرر بالأمس دعوة الهيئة العليا الجديدة والموالية ليه والرؤساء اللجان العامة بالمحافظات واتحاد المرأة ولجان الشباب لاجتماع طارئ امبارح، خد عدد من القرارات. كان آخر القرارات أو كان من بينها تشكيل لجنة إحالة رئيس الحزب السابق السيد البدوي للتحقيق على خلفية تورطه فيما يحدث داخل الحزب بحسب تصريحاته. وبالتأكيد القرارات أيا كانت ستزيد من الانشقاقات داخل هذا الحزب الليبرالي العريق. لمزيد من تفاصيل حول الموضوع حزب الوفد معانا على الهاتف الأستاذ صفوت عمران رئيس قسم الشؤون السياسية بجريدة الجمهورية. صباح الخير واستاذ صفوت، وايه اللي حصل تحديدا امبارح في اجتماع الامس في الوفد؟ صباح الخير وصباح الخير للساده المشاهدين. الحقيقه حزب الوفد كما حضرتك ذكرت احد اعرق الاحزاب المصريه، ربما يكون اقدم حزب مصري موجود الان على الساحه، يحتفل بمئويته خلال الاشهر القليله القادمه، وبالتالي كان المفترض ان تكون هذه المئويه هي الاحتفال واحد من اقدم الاحزاب واكثرها عراقه واكثرها تاثيرا في الحياه السياسيه المصريه والتاريخ المصري. لكن الحقيقه انه الانتخابات الاخيره كانت ربما هي فرصه لمزيد من الانشقاقات داخل الحزب. الامس كان ربما المشهد الاخير الخاص برد شباب وشقه والهيئه العليا الجديده على الخطوات التصاعديه اللي اخذها مجموعة الخاسرين في الانتخابات الهيئة العليا التي جرت في 9 نوفمبر الماضي. الحقيقة انه ربما تكون البعض لديه لبس في انه في هيئتين عليتين في الحزب، لكن هذا ليس منطقي، خاصة ان الحقيقة انه الخاسرين ارتضوا اجراء الانتخابات على وده كان سؤالي، الاثنين كانوا موافقين على الانتخابات. بالضبط، الفريقين كانوا مرتضين على الانتخابات. تمام. وكان المبرر وقتها ان هنجري الانتخابات بشكل مبكر في نوفمبر بدلا من مايو 2019 بدعاوي انه ربما تشهد هذه الفتره اولا احتفال بمئويه الحزب، ايضا ربما تشهد اجراء انتخابات مجلس نيابيه كما يتردد في الافراد السياسيه، وبالتالي كان من المهم ان تكون لا يتوافق استحقاقين في وقت واحد، وده حقيقه جزء من اللائحه. لكن الذي غاب عن الفريقين رقم واحد انه لم يحدد هل في حال نجاح هذه الهيئه العليا تستكمل الهيئه العليا القديمه مدتها ام تبدا الهيئه العليا من جديد. وده الحقيقه لم يكن واضحا قبل اجراء الانتخابات ولم يعلن عنه على اعتبار ان هناك كان توافق من الجميع على اجراء الانتخابات. دي واحد. الشيء الاخر الحقيقه ما شاهدته الانتخابات لاول مره، يعني دايما الانتخابات فيها تربطات وده طبيعي جدا في اي انتخابات في مصر وليس جديد، لكن كانت هذه المره هناك منافسه شديده الحقيقه،
بين يعني ممكن ان نسميه حرب القوائم، بين قيمه المستشار باء وشقه، وبين قوائم اخرى احدها نسب الى الدكتور سليم بدر رئيس الحزب السابق. مدعومه من رئيس الحزب السابق وهكذا يقال يعني. بالضبط. قائمه المستشار باء وشقه يعني كسحت الانتخابات ب 47 صوت مقابل ثلاث اصوات ربما لم تكن ضمن قائمته. وده كانت نتيجه كبيره جدا توهم المستشار شقه للسيطره على الهيئه العليا وادارتها كيفما يشاء. لكن كان حصل جزء من ما يراه الخاسرين خلل في نتيجه الانتخابات فيما يتعلق بتاخير صدور النتيجه لمده 48 ساعه بدل صدورها مباشره، ايضا عدم تطابق الاصوات المعلنه للفائزين مع اصوات المفترض ان تكون ممنوحه للفائزين او المشاركين في العمليه الانتخابيه، وهم اسموه انه خلل اداري في العمليه الانتخابيه. ده اتجاه يعني كان اتجاه لديهم انهم يقدموا طعن قدام المستشار او تظلم المستشار بهاء وشو. هنا حصل الخلل الموجود واللي ادى لتصعيد الموقف ان المستشار بهاء وشو رئيس الحزب رفض استلام هذا التظلم وقال انا سوف استلم التظلم من خلال المحكمه. وده واضح جدا ان هناك رغبه في الوصول الى الخلاف الى التصعيد دون احتواء. رغبه في التصعيد. بالضبط. وبالتالي احنا النهارده بنتكلم وده اللي يعني لكن المجموعه الخاسره الحقيقه لم تكتفي بفكره التعبير عن حقوقها وانها لديها حقوق وتظلم، وده امر طبيعي في اي انتخابات، لكنها اتخذت خطوه صعبيه اخرى باعلان انها سوف تسحب الثقه من المستشار بهاء وشو. وهنا كان الرد ايضا من المستشار بهاء وشو او الهيئه العليا اول امس المجتمع في اجتماعها الاول يعني بفكره تحويل السته الذين تحدثوا في المؤتمر الصحفي للمجموعه الخاسره او فصلهم واتخاذ خطوات تصعيديه اخرى. وبالتالي اعتقد ان التصعيد والتصعيد المتبادل امر مضر بالوفد وامر مضر بالحزب. واعتقد ان عقلاء داخل الوفد هناك مبادره ربما من السيد عمرو موسى، هناك مبادره من الدكتور ياسر حسن المرشح الرئاسي الخاسر في الانتخابات الماضيه، وهناك مبادرات اخرى من عقلاء داخل الوفد لاحتواء هذه الازمه. لان الوفد حزب مهم جدا للدوله المصريه، حزب كبير يحتفل بمواليده المفترض ان تكون هي يعني مناسبه وسنه للاحتفالات وليس سنه للانقسامات والخلافات داخل حزب بحجم الوفد. ايضا اذا كنا بنتكلم على حياه سياسيه في مصر ودائما المصريين مئة الوفد في مقدمة اختياراتهم واستطلاعات الرأي الموجودة، وبالتالي ليس من مصلحة أحد لا داخل حزب الوفد ولا خارج حزب الوفد أن يعاني هذا الحزب وأن يدخل نفق مظلم كما دخلت أحزاب أخرى عريقة وكبيرة مهما كان هناك طرف فائز. تمام يا أستاذ صفوت، في حديث بيتردد عن دور الدكتور سيد البدوي رئيس الحزب الوفد السابق في حدوث هذه الانشقاقات وانه ليه دور خفي في هذه الانشقاقات. يعني دعني اكون صريح معك، رؤساء الوفد السابقين يعني طول الوقت لهم دور في داخل المشهد السياسي في حزب الوفد. تمام. ما فيش رئيس سابق لحزب الوفد، المهندس محمود اباظه، دكتور سيد البدوي، حتى فؤاد مدرب عندما كان خاسرا، كل هؤلاء دائما ما يكون لهم دور ومؤيدين داخل تركيب الحزب الوفد. لكن هي الفكره، هل نحن قادرين على المنافسه المحترمه الشريفه التي تم يعني نتوافق وننتخب ثم ياتي بعد نتيجه الانتخابات نبدا الجيم من جديد ونقول ان احنا اصدقاء والوفد اهم؟ هو ده المطلوب. دكتور سيد طبعا رجل مؤثر في الحزب، له مؤيدين داخل الحزب، وكان يمكن ان يكون ذلك جيدا ومقبولا اذا لم يساعد الطرفين وقبلوا نتيجه الانتخابات او اتخذوا الاجراءات الطبيعيه على التظلم من الانتخابات. لكن فيما يبدو ان الخلافات الغير معلنه بين المستشار بهاء وشقه ودكتور سيد البدوي التي ظلت طيله الاشهر الماضيه تحت يعني ستار وغير ودائما ما يتكتمها وينفيها الجانبين، يبدو انها وصلت لذروتها داخل المشهد الانتخابي، خصوصا نتيجه الانتخابات كانت مفاجاه للجميع. مفاجاه باعتبار انه لاول يعني المستشار بهاء وشقه وقائمته بالكامل اكتسحت نتيجه الانتخابات واصبحت المهيمنه على الهيئه العليا، ومفاجاه ايضا
بالنسبه لمجموعه الدكتور سيد بدوي ان اغلبها لم ينجح في الانتخابات، وبالتالي ربما شعرت هذه المجموعه انها لم يعد لها تاثير داخل الحزب. لكن ليس هكذا تدار الامور، لانه كان يمكن للمجموعه الخاسره ان تستمر في عملها داخل الحزب باعتبارها اعضاء عاديين وتضغط باعتبارها اعضاء في الجمعيه العموميه. ورايك في القرار اللي خده امبارح رئيس الحزب بفصل 6 وتشكيل لجنه احاله رئيس الحزب السابق للتحقيق على خلفيه ما قال انه متورط في هذه الاحداث؟ بوضوح هذا القرار يزيد من اشتعال الازمه ويصل بنا الى مرحله الصدام الغير مبرر، وهتبقى في الفكره في الاخر الذي يضر بشكل رئيسي في هذه الازمه هو حزب الوفد، لان هذا القرار سوف يدخل الوفد في نفق مظلم طويل، خصوصا انه الفريقين يعني دعني اقول صريح معك لديهم ادوات ضغط واسعه، كل فريق لديه امكانيات هائله، اعلام يعني متشوق ومتحفز لاخبار مثل اخبار الانقسامات والانشقاقات والخلافات، وبالتالي يعني سوف نشهد معركه اعلاميه وقانونيه غير منطقيه وغير مفيده بالنسبه لحزب الوفد. طب ايه تصوراتك للحل يعني؟ رايي رقم واحد ان الرقم واحد بشكل رئيسي لابد ان يتدخل عقلاء الوفد، هناك لدينا السيد عمرو موسى، لدينا الدكتور محمود اباظه، لدينا شخصيات كثيره جدا محب الوفد وتقدر الوفد، لابد ان نتدخل لوضع حد لهذه الخلافات. الشيء الاخر لابد ان يتم الاستجابه لتظلم الخاسرين ودراسته، فاذا كان لديهم حق يحصلوا عليه واذا لم يكن لديهم حق يتم اعلامهم بذلك. لابد من احترام رئيس الحزب الحالي وعدم التصعيد ضده بشكل يضر به ويضر بالحزب بشكل باخر. على كل الاطراف ان تاخذ خطوات الى الوراء، خطوات مهمه جدا لكي تجلس الاطراف على جزء من المفاوضات والمشاورات، لكن تصعيد والتصعيد المتبادل لن يفيد ابدا الحزب الوفد وسوف يضر، خصوصا انه المرحله القادمه لدينا استحقاقات يعني ربما كثيره جدا اهمها الانتخابات البرلمانيه في 2020. اذا كان العام القادم هو عام الخلافات داخل الوفد فاعتقد انه الوفد ربما يكون خارج المعادله السياسيه، وهذا امر يعني من المتصور والمنطقي الا يرضاه اي طرف من الاطراف الوفديه الموجوده، سواء كانت الفائزين في انتخابات الهيئه العليا وفقا لما معلن او حتى الخاسرين في هذه الانتخابات، لانه الوفد ليس حزبا للوفدين فقط، الوفد حزبا لكل المصريين، وبالتالي يهم المصريين ان يكون لديهم حزب محترم ان يستمر هذا الحزب بنفس القوه بعيدا عن هذه الخلافات. حضرتك استاذ صفوت بتراهن على ما اسميتوهم بالعقلاء داخل حزب الوفد في يعني اللم الشمل داخل حزب الوفد بين او ضد هذه الانشقاقات، لكن حضرتك بتقول ان في 2020 ده في انتخابات برلمانيه وفي احتفال في مئويه الوفد في سنه 2019. شايف ازاي مستقبل الوفد خلال الفتره القادمه؟ بوضوح حتى اجراء الانتخابات الهيئه العليا الاخيره وقبل هذه الازمه كان الوفد رقم مهم جدا في المعادله السياسيه، ولا يمكن اي شخص داخل الدوله المصريه يعني يضع المعادله السياسيه في مصر ويتجاهل حزب الوفد كرقم مهم ومؤثر وليس فقط رقما عاديا. بمثل هذه الخلافات والانقسامات تصبح الصوره ضبابيه وتصبح الصوره غير واضحه، لانه الحقيقه يعني لا يستطيع احد ان يتفاوض مع الوفد دون ان يكون هذا الحزب مستقرا وواضحا، وبالتالي اذا اردنا ان يكون هناك حديث مثلا على ان ربما القانون الانتخابات القادمه قد يذهب الى اجراء الانتخابات بالقائمه 75% قائمه و25 فردي، هذا ربما حديث يردد، فهذا يحتاج الى تحالف واسع، فمن يستطيع ان يتحالف مع الوفد بينما قيادته تتصارع على من هو يمتلك الشرعيه ولا يمتلك الشرعيه؟ اعتقد الامر صعب، وبالتالي ربما اذا تحدثنا على مستقبل يستحق الوفد والوفديين عليهم ان ينالوا مصلحه الحزب وان يعني يسمو فوق الخلافات. لا انا اقول ان تحل الخلافات بمنطق الطبطبه او الاحضان والقبلات، لكن نقول ان يكون هناك خطوات للخلف، تدخل العقلاء وادراك لاهميه هذه المرحله. الحزب يدخل مرحله فاصله، يدخل مرحله مهمه جدا في الحياه السياسيه المصريه، هو ربما يكون الحزب الاكثر شعبيه في الشارع واكثر ارتباطا بالشارع وفقا
لكل استطلاعات الرأي داخل الشارع. تمام الأستاذ صفوت. نعم صدق. هذا يحتاج إلى توافق كل قيادات الحزب على أن مستقبل الوفد أهم من مصالحه الشخصية. تمام الأستاذ صفوت عمران رئيس قسم الشؤون السياسية بجريدة الجمهورية، شكرا جزيلا لحضرتك، حدثتنا عن الأزمة الانشقاقات الموجودة حاليا داخل حزب الوفد.